ثالث الأشواط والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل سلطان السعيدي. بسم الله مشاهدينا الكرام، احييكم بتحية الاسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم اجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة ضمن فعاليات المحلي السابع بمرحلته الثانية، مرحلة الكبار ومتعة الكبار، انطلاقة الشوط الثالث وشوط رئيسي آخر ينطلق، وهو شوط الحيل العمانيات الأصايل، ينطلق من مسافة 8 كيلومترات الرحلة المتواصلة مع هذه النخبة من الأصايل الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. من هو سعيد الحظ الذي سوف يظفر بهذا الناموس المسائي المميز على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية؟ نبدأ على بركة الله بعد المراكز ومع الصدارة تتواجد بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الكبيرة على الوعد بشعار الجنرال عبد الهادي بن خليل الشهواني، يقدم لنا على الوعد في المرتبة الأولى. بينما المركز الثاني أتابع هنا السبسب لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يتواجد مع السبسب التي تتسلل بدورها إلى المركز الأول. بينما المركز الثالث أتابع القادمة هنا دمعة عبد الله بن ناصر بن خادم النصيري، على المركز الثالث تتواجد في عمق المنافسة والتحدي. المركز الرابع مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، اتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير، رهام جار الله بن حمد بن جهويل المري، متابعا لرهام على المركز الرابع. المركز الخامس اتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير، تتواجد الحذرة بشعار أحمد بن حسن بن ناصر المهندي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء الأولى، النخبة التي تتواجد في موقع الصدارة وموقع التحدي والمنافسة واندفاعة الأسماء والشعارات الكبيرة التي تنطلق هنا باحثة عن الناموس، باحثة عن الانتصار، باحثة عن الأشواط الرئيسية الأولى في هذا التحدي الكبير وهذا المساء الجميل الذي يضم نخبة من الأصايل التي تصل هنا من أجل التحدي ومن أجل المنافسات المشرفة. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة ومقدمة الشوط، من غيرت واحتلت الصدارة هنا دمعة على المركز الأول، غيرت واحتلت المركز الأول بشعار عبد الله بن ناصر بن خادم النصيري على المركز الأول، غادم بطموحات أهالي السلطنة الحاضرين والمتواجدين في المنافسات. بينما المركز الثاني أتابع السبسب على المركز الثاني، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتابع هذا الشعار المغامر، سعيد بن بطي الزعبي يتابع السبسب التي تنطلق وتندفع في المرتبة الثانية. بينما المركز الثالث شعار فيفا حاضر ومتواجد مع هنا على الوعد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني رفيقة فيفا،
الخفيفة في شوط السيف حاضرة في هذا التحدي الكبير، باحثة عن الناموس على الوعد بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي الذي يتابع هذا الشعار، جنرال آخر يتابع هذا التحدي. ثلاثة مراكز هنا مع البداية، نخبة من الثلاث المراكز الأولى تتواجد في موقع واحد تتنافس منافسة مشرفة وتحديات كبيرة تدار بينهما في هذا الحوار الثلاثي الكبير والمميز مع هذه الشعارات العملاقة. نتابع المركز الرابع، تتقدم ريهام جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تصل هنا الحذرة أحمد بن حسن بن ناصر المهندي على المركز الخامس يتواجد في هذا التحدي الكبير، ولكني أرى شعارات كبيرة وشعارات مميزة حاضرة في هذا التحدي الكبير. شعار الخيارين، شعار اللورد، شعار المريخي، وشعار الجفال النعيمي، وشعار الشنجل، وشعار القحطاني، أسماء مميزة، وشعار الخليفة أسماء مميزة، شعار حاضرة ومتواجدة في هذا التحدي الكبير وهذه المنافسات المشرفة، هذه الأسماء. ولكن نعود مع البداية، مع انتصاف المسافة 4 كيلومترات راحت، 4 كيلومترات متبقية عن الناموس وعن الانتصار، ونعود مع البداية. نعود مع البداية ومقدمة الشوط من تحت للمركز الأول، هناك السبسب المركز الأول، السبسب لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هذا التحدي الكبير، السبسب على البداية وعلى المقدمة، ولكن المركز الثاني أهالي السلطنة حاضرين متواجدين يا فهد على المركز الثاني، تتواجد بهذه الانطلاقة دم علي عبد الله بن ناصر بن خادم انصيري على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم الجنرال عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني برفقة الجنرال سعيد بن راشد الزعبي، جنرالين يتواجدا في متابعة على الوعد على المركز الثالث، حاضرة ومتواجدة باحثة عن الناموس وعن الانتصار. المركز الرابع أتابع القادمة، بدأ يتحركون الجماعة، بدأوا يتقدمون، بدأوا يوصلون نحو المقدمة والصدارة. أول القادمات هنا ريهام جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري على المركز الرابع، والمركز الخامس تتواجد الحذرة أحمد بن حسن بن ناصر المهندي على المركز الخامس. هذه نتيجة، هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى التي ما زالت هي هي، لا تغيير عليها، ولكنها بدأت تقترب من مقدمة هذا الشوط ومن الصدارة مع رفقة هذه الشعارات الكبيرة التي بدأت تصل إلى موقع التحدي والإذاعة ودائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس والانتصار. نعود مع البداية، نعود مع تحديات هذا الشوط ومعركة هذا الشوط. تابع يا فهد هذا الموج القادم الحاضر في هذا التحدي الكبير وهذه المنافسات المميزة، ولكن السبسب على البداية بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند وعليها علامة الزعفران، علامة الجودة. تابعوا، تابعوا يا مشاهدين، تابعوا يا جماهير، تابعوا يا محبي وعاشق الشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، يقدم احد الشوارد الذي يمتلكها هذا الشعار الكبير وهي السبسب على البداية، طامعة بالانتصار
الدار برفقة هنا سعيد بن بطل الزعبي، ولكن أتابع لمهندي غادم لمهندي مع اندفاعة وحضور الحذرة على المركز الثاني أحمد بن حسن بن ناصر الشقيري المهندي، ولكن ريهام من الجانب الآخر تتسلل رويدا تابع. وهذه المشاهدة الممتعة مع هذه النخبة من الأصايل التي تتواجد في موقع واحد، ارصد لي يا مخرج العزيز هذه النخبة، هذه النوعيات الفريدة، هذه الأصايل التي تتنافس في موقع واحد، وإن دل يدل على قوة المنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. جاء المريخي وانطلق مع الصدارة وانطلق مع البداية مع اندفاعة مصيحة راشد بن صقر بن شاهين المريخي، وغيرت مخيفة مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي، غير واحتل المركز الاول واحتل الصدارة باندفاعة وانطلاقة مخيفة على المركز الاول. المركز الثاني مصيحة راشد بن صقر بن شاهين المريخي على المركز الثاني. المركز الثالث ريهام جار الله بن حمد بن جار الله بن جويل المري على المركز الثالث. المركز الرابع شعار البويضة غادم الشنجل مع وهيلة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل، وغادم الحذرة أحمد بن حسن بن ناصر المهندي مع المركز الخامس يتسلل إلى المركز الرابع. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تتواجد في موقع واحد، ولكن نعود مع البداية ومقدمة هذا الشوط مصيحة على المركز الأول. راشد بن صقر بن شاهين المريخي مع الصدارة ومع مقدمة الشوط. المركز الثاني ريهام غادمة وغادم جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري، وهنا المركز الثالث مخيفة تتقدم بالشعار مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. والمركز الرابع بدأت تتحرك بهذه اللحظات الناوية لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والمركز الخامس الحذر لأحمد بن حسن بن ناصر المهندي. الله 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 الله، معركة العمانيات في هذا التحدي الكبير. بن جويل غير مع ريهام، المهندي غادم مع الحذرة، والمريخي مع مصيحة، والخيارين مع الناوية، وبن جفال مع مخيفة. خمسة أسماء، خمسة شعارات كبيرة تتواجد في موقع واحد، ولكن القيادة والريادة مع مصيحة عادت واستعادت المركز الأول. مصيحة بالشعار راشد بن صقر بن شاهين المريخي على المركز الأول. ريهام ما زالت تحاول مع المركز الثاني وتضغط على المقدمة بالشعار جار الله بن حمد بن جار الله بن جويل على المركز الثاني. مصيحة وريهام بن جويل والمريخي مع الامتار الاخيرة. مصيحة ريهام بن جويل المريخي، ولكن مصيحة تنتزع الناموس وتحقق الانجاز. تهانينا والف مبروك لراشد بن صقر بن شاهين المريخي على فوز مصيحة وتحقيق الانجاز. المركز الثاني ريهام جار الله بن حمد بن جار الله بن جويل المري. المركز الثالث المركز الثالث الناوية سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الرابع الحذرة أحمد بن حسن بن ناصر المهندي. المركز الخامس مخيف مبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، تابعتم معنا المنافسة في شوط العمانيات، فكانت مصيحة حاضرة 13 دقيقة 20 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانية والناموس لراشد بن صقر بن شاهين المريخي على فوز مصيحة في المركز الأول. المركز الثاني وصلت ريهام 13 دقيقة 20 ثانية 65 جزء من الثانية. تهانية والناموس لجار الله بن حمد بن جويل المري على فوز ريهام في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت الناوية 13 دقيقة 23 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين على فوز الناوية في المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا الرابع بصوت الزميل عبد العزيز العطوي.